لكم قصة جديدة عن الأرض السحرية. القصة دي كان يا مكان كان في 3 أولاد عايشين في الأرض المسحورة، أرض السحر. فذهب كانوا يريدون الذهاب إلى الأرض الجديدة. ذهبوا إلى الساحر ليساعدهم. فالساحر طلب منهم أن يأتوا له بطائر من الأطغال، من المغارة في الأطغال. فذهبوا إلى الأطغال، ولكن في الطريق غابلتهم الساحرة الشريرة وقررت أن تأكلهم. ولكن هربوا منها وأخذوا الطائر وذهبوا إلى الساحر. وغادروا إلى أرض جديدة، أرض السلام. وهناك وعاشوا في الأرض السلام في سلام. انتهت الحكاية. حكاية جميلة، قصة حلوة. كل يوم أنا بحكي لكم قصة زيها.